سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج متابعات. مشاهدينا الكرام، سنناقش بالتفصيل زياره رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون الى ولايه خنشله وعديد النقاط التي وقف عليها السيد الرئيس، بدايه بتدشين ووضع حيز الخدمه، الخط السكه الحديديه الرابط بين خنشله وعين البيضاء وام البواقي، وأيضا كلام الرئيس على أن عهد المشاريع التي تدوم لسنوات قد انتهى بفضل جهود الإطارات الواعية، وأيضا تدشين ووضع حيز الاستغلال مشروع ازدواجية الطريق الذي يربط بين ولاية خنشلة بحدود ولاية فيتنام، وأيضا على مستوى القطب الحضاري بمدينة خنشلة وضع حجر الأساس لإنجاز 600 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري. مشاهدينا الكرام، الحديث في هذا الموضوع أتشرف باستضافة في البلاط والأستاذ أزهر دقلة وهو نائب المجلس الشعبي الوطني، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. وأيضا عبر خدمة السكايب الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار صيغة، مرحبا بك. تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي القناة. وسيلتحق بنا بعد قليل مشاهدينا الكرام يوسف محيوت وهو والي ولاية خنشلة. البداية معك أستاذ الأزهر، تابعت أكيد زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية خنشلة، عديد النقاط، عديد المشاريع التي تم تدشينها وأخرى دخلت حيز الخدمة. البداية بفك العزلة نهائيا عن ولاية خنشلة وربطها بالولايات المجاورة، ووصولا إن شاء الله سنة 2027 إلى تميمون وأضرار، وفك العزلة تماما على أقصى الجنوب. نعم، شكرا. زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ولاية خنشلة تندرج ضمن زيارة الولايات المحرومة والمعزولة مثل ولاية الجلفة وتيسمسيلت وغيرها من الولايات الأخرى. نحن نعلم جيدا أن السيد رئيس الجمهورية يعني قد قام يعني بتوجيهات وإنزال وزاري في سنة الله أعلم ديسمبر 2021، نجم عنه العديد من المشاريع، من ضمن هذه المشاريع هو خط السكة الحديدية الذي يربط بين عين البيضاء وخنشلة. يعني وهذا إنجاز، أولا الهدف منه فك العزلة وربط ولاية خنشلة بالولاية الأخرى المجاورة. نحن نعلم أن خنشلة عندها حدود مع قسنطينة، عندها حدود مع باتنا، عندها حدود مع تبسة إلى غير ذلك، ولاية الواد كذلك. نعم. بالتالي خط سكة الحديدية معناه وضع استراتيجية جديدة من نقل السلع والبضائع وكذا الأشخاص، وتسهيل عملية التنقل عفوا. فبالتالي خط سكة حديدية يندرج ضمن البرنامج المسطر كذلك اللي الآن راهو في الإنجاز، أضرار تندوف الولايات الأخرى حتى تم رصد. فبالتالي هذا الشيء نثمنه يعني أول شيء باش نقدر نفك العزلة على الولايات هذه المعزولة، هو النقل بالسكة الحديدية وكذا الطرق. نعم. المزدوجة إلى غير ذلك، خاصة أستاذ الزهر والآن وفرة الإنتاج في أقصى الجنوب يتطلب أيضا توسيع شبكة التوزيع وشبكة النقل، وهذه المشاريع تدخل في هذا الحيز. مع وفرة الإنتاج أيضا يجب أن يكون هناك نقل وتوزيع على مستوى وفرة الإنتاج. نعم، نحن نتحدث على الطفرة الاقتصادية وكذلك توسعة نطاق جغرافية الإنتاج الزراعي، خاصة في الحبوب وغيرها، اللي والجزائر الآن راهي تعتبر رائدة في إفريقيا في إنتاج الحبوب. وبالتالي تسهيل عملية نقل السلع والبضائع وكذا المنتجات، يعني راح يوفر لنا تكلفة النقل، لأنه نحن نعلم أن لما نقوم بحساب تكلفة معينة يعني نضيف تكلفة النقل. فبالتالي حسب المحاسبة التحليلية من ضمن التكاليف يعني اللي تضاف هو تكلفة النقل. إذن النقل عبر خط سك الحديدية يعتبر أقل بكثير النقل من الوسائل الأخرى، شاحنات وغيرها. بالتالي هو الغرض منه أولا تطوير الاقتصاد الوطني،
هذه وضع استراتيجية مثلا أولا حتى المناطق اللي ما عندهاش وسائل تخزين نقلوا المنتجات المناطق الأخرى اللي عندها وسائل تخزين، وكذا من أجل الصناعة التحويلية. نعم صحيح، الصناعة التحويلية للمنتجات، لأنه لأنه في الكثير من المنتجات تنتج في جهات أخرى وتحول كصناعة غذائية. طيب سنعود إلى هذه التفاصيل ولا إلى وفرة الإنتاج وإلى الفوائد هذه، ولكن نبقى في سياق المشاريع وتنفيذها ومشاريع أخرى. شكرا. توضع حيز الخدمة وأخرى تدشن. أستاذ عمار صيغة، بالأمس رئيس الجمهورية تحدث وقال أن هناك من اعتقد أن ما قلناه كان وعودا انتخابية فقط، ولكن الواقع اليوم يقول أن المشاريع موجودة وأخرى في القريب العاجز ستدخل حيز الخدمة. توفرت الإرادة السياسية التي كانت غائبة في سنواتها الماضية، وما هو المطلوب اليوم أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس الجمهورية من خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، الولاية 40 التي رأت النور في العام 1984 ضمن تقسيم إداري في الجزائر بمساحة تقدر ب 9715 كيلومتر مربع ب 21 بلدية بثمانية دوائر. هذه الولاية بما تحتضنه من إرث تاريخي ومن بعد تنموي في مجال التنمية المحلية، يعني زارها الرئيس برسائل رسائل تنموية اقتصادية سياسية. الرسائل السياسية أبرقها من خلال ما ذكرته هو وهو الإيفاء بالوعود التي قطعها لنفسه السيد رئيس الجمهورية الذي خاض المعركة الانتخابية الحملة الانتخابية، وقد كانت يوما ما ولاية خنشلة ضمن محطاته في الحملة الانتخابية للانتخابات 2019. ومن خلال جملة من العهود والوعود التي قطعها لنفسه على ساكنة ولاية خنشلة، ها هو الآن يجسد هذه الوعود ويتابع عن كثب، سيما أنه قد سبق وأن كان هناك مجلس وزاري الأول من نوعه منذ استقلال الجزائر سنة 1962 تحتضنه ولاية خنشلة التاريخية، ولاية خنشلة الثورية بما تحتضنه كذلك من بعد جغرافي. ولاية خنشلة التي يحدها شمال قسنطينة وولاية ولاية أم البواقي، وشرقا تبسة وجنوبا بسكرة ووادي سوف، وغربا ولاية بتنا. هذا الموقع الجيوستراتيجي لولاية خنشلة كذلك تحتضن مساحة هامة من الصحراء التي الآن هي ضمن مخططات التنمية المحلية في سياسات الاستراتيجية ضمن القطاعات التي يعكف سيد رئيس الجمهورية على تطويرها، لا سيما منها الفلاحة. ومن خلال يعني برنامج تكميلي احتضنته خنشلة من خلال إيدائها ب 95 مليار دينار كميزانية تكميلية تهدف إلى تطوير الولاية، وضمن ما يقارب 59 عملية تضم وتمس 14 قطاعا، ومن خلال كذلك جملة المشاريع التي دشنها السيد رئيس الجمهورية على رأسها طرق، سيما ما تشكله هذه الاستراتيجية من بنية تحتية استراتيجية ضمن نقل الأشخاص، نقل البضائع، نقل السلع. لا ننسى أن ولاية خنشلة يعني تحتضن 15% من المساحة غابية، وكذلك جملة من البساتين. هناك استثمارات واعدة في ولاية خنشلة فلاحية، غير أن ندرة المياه نظرا لما لمسناه من تراجع محسوس في السنوات القليلة الماضية من خلال تراجع مستويات التساقط، لا سيما وأن الزراعة والفلاحة في ولاية خنشلة تعتمد بالأساس على التساقط، لا ناهيك كذلك عن حاجة الفلاحين. هناك إلى جملة من المشاريع التحتية التي يعني لديها بنية تحتية، لا سيما منها السدود وكذلك حتى ربط شبكة المياه. ومن خلال يعني هذه الاستراتيجية التي عكف عليها السيد رئيس الجمهورية والتي ركز من خلالها على جملة من الرسائل التي أبرق من خلالها عن 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 تراجع او ان عهد السنوات من الانتظار لتجسيد المشاريع قد ولى، هو عهد باننا نتجه نحو بناء دولة مؤسسات يعني تتابع مشاريعها التنموية المحلية وتركز بالأساس على التنمية المحلية، باعتبار أن ضمن سياسات رئيس الجمهورية تنمية مناطق الظل، ولعل ولاية خنشلة تعاني كثيرا من هذا المشكل، وهي مشكلة مناطق الظل التي عانت كثيرا من خلال التهميش ومن خلال حتى تراجع مستويات التنمية والميزانية التنموية. أستاذ عمار صيغة، نبقى في هذه النقطة فقط وأسأل النائب الأزهر الدقلة وهو مشرع في المجلس الشعبي الوطني. الرئيس بالأمس أكد على أنه مواصلة تنفيذ الإصلاحات من خلال إعادة نظر في التقسيم الإداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية
بهدف منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، والحديث أيضا على ترقية بعض الدوائر إلى ولايات منتدبة. هل هذه الإصلاحات ستعزز من الاستثمار في ولاية خنشلة والولايات المجاورة؟ نعم بطبيعة الحال، لأن نظرة السيد الرئيس الجمهورية نظرة بعدية، مش يعني ليست بنظرات يعني قريبة جدا، ولكن نظرة بعدية من أجل أولا بهدف تقريب الإدارة من المواطن. نعم هذا شيء جميل. ثانيا نحن نعلم أن مساحة ولاية خنشلة تقريبا 97 ألف متر مربع بعدد سكان 415 ألف نسمة. ولاية خنشلة هي من ولاية تعتبر ولاية من ولاية الأوراس. كذلك قلنا عندها لها صحراء شاسعة، لها جبال، لها كذا. فبالتالي هذه المراجعة أو التقسيم الإداري الذي يهدف إلى أولا تقريب الإدارة من الوطن، ثانيا تسهيل الخدمة، ثالثا نحن نعلم أن مجتمع خنشلة مجتمع قبلي. نعم قبلي. هذا المجتمع القبلي يعني لما نقول تعداد قبيلة عن القبيلة الأخرى في جهة معينة قادر يعني يسيطر نوعا ما. فبالتالي لما نقوم بالتقسيم الإداري هذا راح كل القبائل والعشائر وغير ذلك يكون عندها تمثيل في هذه البلديات، وكذا ترقية دائرة قايس على ما أظن إلى ولاية منتدبة. فهذا شيء جميل يعني نثمنه. كذلك بالنسبة للإصلاحات الإدارية مثل ما يعني سيعدل هو قانون البلدية والولاية. نعم. يعني لاحقا الآن يعني راح يفوت على مستوى مجلس الأمة، بعد يأتي للبرلمان. نعم. المجلس الشعبي الوطني المصادق عليه. فكل هذه الإصلاحات الإدارية والتقسيم الإداري يأتي بعد قانون البلدية والولاية. نعم. إذن نحن نعلم أن المجتمع القبلي مجتمع قبلي يعني شيء من فبالتالي لما كل جهة عندها البلدية والولاية والدائرة تاعها وكذا، هنا ما تسيطرش فيها على أخرى. بالتالي يكون نفس المواطنين كلهم عندهم نفس الحقوق، نفس الواجبات إلى غير ذلك. كذلك تقريب الإدارة من المواطن هذا شيء مهم، وهذا ما قطعه على نفسه السيد رئيس الجمهورية. صحيح. في برنامجه الآن السيد رئيس الجمهورية أتى إلى ولاية خنشلة ليقول لهم أنا ما وعدتكم به يعني فانظروا ماذا ترون. قولا وفعلا. قولا وفعلا. أنا لم يكن كلامي إلا وعودا، ولم يكن كلامي إلا كذا، ولكن جسدته على أرض الواقع، وها أنا أواجهكم بما حققته من وعود في أرض الواقع. نعم. وكما شدد أيضا على الحكومة على ضرورة متابعة المشاريع والتسريع في إنجازها، وهذا يعني شيء مهم جدا، لأن المواطن الآن اعتاد على الوعود، اعتاد. نعم. على كذا، اعتاد على أقوال ليس أفعال. الآن سيد رئيس الجمهورية أتى لولاية خنشلة ليقول أنا قلت وفعلت وحققت. نعم. هذا شيء جميل جدا. جيد. نعم. شكرا. وهو تقليد جديد. سيد عمار صيغة، بالحديث عن ترقية بعض دوائر ولاية خنشلة إلى ولاية منتدبة بدءا بدائرة قايس، ما مدى نجاعة هذه الإجراءات الإدارية في رفع وتيرة التنمية بالولاية؟ إذن لا ننسى أن السياسة التي انتهجها سيد رئيس الجمهورية منذ مجيئه وهي الاعتماد على التنمية المحلية باعتبارها أحد الجزئيات وأحد المرتكزات التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية. صحيح أن الجزائر توجهت نحو تفعيل الصناعات الكبرى مثل الصناعات الاستخراجية، وكذلك حتى تطوير بعض الصناعات التي تتعلق أساسا بتحويل المعادن إلى غير ذلك، غير أن ربما الخلفية السياسية لسيد رئيس الجمهورية باعتباره تدرج واليا ثم وزيرا ثم رئيسا للجمهورية، هو يدرك تمام الإدراك مدى أهمية التنمية المحلية ومدى أهمية تفكيك الأحجية المتعلقة بالتعقيدات الإدارية، لا سيما منها بعث التنمية بما يتماشى مع إعادة تقسيم إداري جديد. ونظرا الآن للإمكانيات المعتبرة التي باتت تحوزها الجزائر، إمكانية مالية، إمكانية بشرية، هناك كادر إداري لا بأس به، هناك إطارات تزخر بهم العديد من الولايات، وهم الآن بصدد يعني
تولي قيادة ولايات جديدة، وقد لقد لقت هذه البادرة استحسانا لدى المواطنين، لا سيما منها تلك الولايات التي تم الآن ترقيتها من ولاية منتدبة إلى ولايات فعلية، وهذا هذه الاستراتيجية التي يعني أتت أكلها وأصبحت ناجعة ضمن تفكيك ربما حتى تخفيف مستويات الغبن ومستويات العزلة الإدارية، ناهيك كذلك عن تخفيف الإجراءات الإدارية. نتجه الآن نحو عصرنة الإدارة بما يتماشى مع تطلعات والتطورات التي تعرفها المنظومة الإدارية الدولية، رقمنة الإدارة، تقريب الإدارة من المواطن، وتخفيف مستويات العبء الوثائقي بالنسبة للوثائق واستعمال الوثائق في الإدارات. هناك كذلك تطورا هاما ومحسوسا في مستويات الأداء الإداري بما يتماشى مع تطلعات المواطن. هناك ترحيب كذلك بإيجاد بعض التطبيقات وبعض الأرضيات التي فتحتها وزارة الداخلية وعلى العديد من الوزارات لتقريب الإدارة من المواطن. نعم. وبالرجوع كذلك إلى هذه الاستراتيجية من خلال ترقية مدينة قيس بما تحوزه من موقع استراتيجي وبما تحوزه من مؤهلات بما يتماشى مع كذلك ربط العديد من المناطق سواء داخلية في ولاية خنشلة وحتى الولايات المجاورة. لا ننسى أن ذلك ينعكس بالإيجاب على الولايات المجاورة، ولاية أم البواقي، ولاية بسة، ولاية وادي سوف، ولاية بسكرة، كل ذلك يعني له من التداعيات وله من الانعكاسات بالشكل الإيجابي الذي يعزز من مستويات التنمية في هذه الولايات. لا ننسى كذلك أن السيد رئيس الجمهورية قد وعد بإنشاء منطقة صناعية حرة، منطقة صناعية كبيرة كبرى في ولاية خنشلة، وقد عززت من ذلك هذه المشاريع التحتية التي تشنها السيد رئيس الجمهورية من خلال الطريق الذي يربط ولاية باتنا، الطريق والسكة الحديدية التي تربط مدينة عيد البيضاء التي تقع ضمن النطاق الإقليمي لولاية أم البواخي، كذلك ننسى الطريق السيار الذي ربما يربط المعبر مع طريق السيار شرق غرب شلغوم العيد لازرو وشمرة وصولا إلى ولاية خنشلة. كل هذا يعني له اعتبارات سواء تنموية محلية واعتبارات كذلك إدارية بتخفيف العبء على الولاية. نعم. طيب طيب أستاذ نعم أستاذ عمار صيغة، أستاذ عمار صيغة، بالحديث عن الاعتبارات، هناك اعتبار سياسي مهم ومهم جدا. في وقت سابق كانت أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم، لكن اليوم رئيس الجمهورية حين ينزل إلى الولايات وتجد ما قاله أفعالا على مستوى الواقع، عودة الثقة بين الحاكم والمحكوم أمر مهم ومهم جدا في بناء الجزائر الجديدة. طبعا السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استطاع بحنكته واستطاع بفعل تكوينه السياسي وتكوينه المحكم أن يذوب ذلك الجدار الذي كان جدار عزل بين المواطن وبين مؤسسة الدولة. الآن المواطن الجزائري شيئا فشيئا يستعيد ثقته ليس فقط في الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني لغير ذلك، ها هو الآن الشعب الجزائري يستعيد ثقته في مؤسسته و بالذهاب إلى أبعد الحدود في تجسيد هذه الإرادة السياسية من خلال الاعتكاف على بناء مؤسسات رصينة، مؤسسات قوية، مؤسسات تفي بوعودها تجاه المواطن. الآن أصبح المواطن هو الحلقة الجوهرية أو النقطة المركزية في العملية التنموية، ويدرك السيد رئيس الجمهورية بإشراك المواطن من خلال تشجيع المشاريع الذاتية، من خلال تشجيع المؤسسات الناشئة. لا ننسى أن الاقتصاد الجزائري الآن بما يتوجه من خلاله إلى إنشاء واستحداث آليات اقتصادية جديدة تتماشى مع التطور الاقتصادي الذي يعرفه النظام الاقتصادي الدولي من خلال تشجيع الشركات الناشئة وتشجيع كذلك الطلبة الجامعيين وخريجي الجامعات الانخراط في الحياة الاقتصادية، ليس فقط الاعتماد على الدولة في توفير مناصب شغل إدارية وتربوية وبيداغوجية إلى غير ذلك. الآن الطالب الجزائري أصبح يهيئ ويكون في الجامعة من خلال دار المقاولاتية، من خلال دار الذكاء الاصطناعي، من خلال البرامج ومن خلال الملتقيات والمؤتمرات التي تحتضنها الجامعات لكي يكون ولكي يحضر ليصبح طالب اليوم رجل أعمال الغد. وبالتالي هذا المرتكز قد يخفف الكثير من العبء على المنظومة الاقتصادية الجزائرية، ويشارك كذلك الفرد الجزائري في العملية التنموية الاقتصادية. نعم، أبقى معنا أستاذ عمار صيغة. أستاذ الزهر، بالحديث عن إعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم وتقديم امتيازات للمستثمرين، حين يرى المستثمر
ما يفعله رئيس الجمهورية والاهتمام الشخصي بهذه الولايات وبتشجيع الاستثمار، فإنه يتخلى عن فكرة رأس المال الجبان ويدخل إلى غمار الاقتصاد ويستثمر. شكرا. هذا لمسناه من خلال أولا تعديل أغلب القوانين التي لها صلة أو ذات صلة بالاستثمار، مثلا صحيح. تعديل القانون رقم 18-23 الخاص بقانون الاستثمار، وكذلك تعديل قانون العقار الصناعي، كذلك تعديل الآن راه كمشروع تعديل القانون التجاري كذلك اللي ما تعدلش منذ سنة 1975، كذلك تعديل حتى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية كله عنده علاقة بالاستثمار. نعم، وأيضا استحداث وكالة العقار والاستثمار، هذا هو يعني استحداث الوكالات لابي، الوكالة نعم. الجزائرية لإدارة الاستثمار اللي نص عليها قانون 18-23. نعم. وكذلك جاء قانون العقار الصناعي، عقار صناعي هذا لأنه ما تقدرش تطبق قانون الاستثمار بدون قانون العقار الصناعي اللي راه الآن جاري، التطهير جاري كذا، الأرضية يعني بدأت تشتغل، أرضية الولوج يعني الأرضية الخاصة بالوكالة الجزائرية لإدارة الاستثمار لابي، فبالتالي ومنح الامتيازات الجبائية يعني والجمركية إلى غير ذلك، فهذا شيء جميل لأنه القانون في حد ذاته يعطي حق للمستثمر باش يتنازلوا له على الأرض هذيك اللي كانت محل امتياز يعني أو عقد امتياز، الآن بعد ما يكمل المشروع نتاعو يقدر تكون ملكية. نعم. هذا الشيء يشجع حتى المستثمرين الأجانب. نعم. مستثمرين الأجانب كما ذكرت أخي عبد الملك، أنت قلت رأس المال جبان، فعلا جبان، لأنه الإنسان لما يستثمر يخاف على أمواله. صحيح. بالتالي لما يلقى مجموعة وترسانة من القوانين اللي تحميه من الابتزاز، تحميه من البيروقراطية الإدارية. نعم. تحميه من كل شيء. الآن الشيء الجميل أن الـ 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 يعني الوزير الأول شخصيا راه يتابع. نعم. في القروض وكيفية منحها وكذا، الوزير المالية، محافظ بنك الجزائر، الآن فيه أرضية، فيه ناس تقدر تولج وتشكي يعني انطلاقا من. نعم. من تطبيقها. المستثمر وأنت كمشرع أستاذ الزهر، أيضا المستثمر يبحث عن ضمان الأمن القانوني، لأنه تغيير القوانين أيضا يقلق. نعم. المستثمر لا يقلق المستثمر. لماذا؟ لأن كانت القوانين من قبل معذرة، قوانين من قبل كانت كلها مربوطة بالتنظيم. نعم. الآن أغلب القوانين اللي هي الآن تعدلت يعني قلما تجد نص فيه تنظيم. يعني هذا الشيء أنا لاحظته، أنا يعني راني عضو في لجنة الشؤون، لجنة المالية عفوا، وكنت العام الماضي مقرر للجنة، وكامل القوانين اللي صادقنا عليها بما فيها العقار الصناعي اللي يعني والصفقات العمومية وغيرها، أغلب لما نتصفحوا في القانون تجد نسبة معينة حوالي 20% اللي تحيلك على التنظيم. بالتالي هذا شيء يطمئن المستثمر. قبل قانون القرض والنقد ثاني كذلك تعديله لما تعدلناه في البرلمان يعني. نعم. بغرفتين حتى في أعطاته مأنينة. نعم. في منح القروض، في كيف يتفتح. نعم. الباب مكاتب الصرف في كذا. بالتالي القوانين ذات الصلة بالاستثمار، حتى في الدستور الجديد أستاذ الزهر جاء بند يتحدث عن ضمن الأمن القانوني في مجال الاستثمارات، على أن القوانين. نعم. يجب أن تبقى 10 سنوات أو أكثر. هذا شيء جميل، ولكن الآن نحن نعلم أن حتى القانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. نعم. 05-01 والمعدل في 2023. نعم. هذا يعطي طمأنينة للمستثمر. صحيح. الأجنبي. صحيح. خاصة الأجنبي. بالتالي الآن لهذه الترسانة تاع القوانين اللي راهي تتعدل هو حفاظا على المستثمر. نعم. باش المستثمر تكون عنده ثقة. جي. في الجزائر، يعني الثقة للمستثمر المحلي والطمأنينة للمستثمر الأجنبي بطبيعة. نعم. الحال سيد عمار صيغة الرئيس أيضا بالأمس تحدث على نقطة مهمة وأشار إليها وتحدث وقال أنه ولاية خنشلة لم تنل قسطها من برامج التنمية في وقت سابق. الرئيس يدرك الولايات التي تحتاج إلى التنمية المباشرة،
وهذا ما أكده بالأمس حين خصها ببرنامج تكميلي ثاني، وتحدث على أنه هناك إمكانية لبرنامج تكميلي ثالث في مطلع سنة 2025. إذن إقرار الرئيس بأن خنشلة ولاية لم تنل حظها ولم تنل حقها من خلال مستويات التنمية، هذا يعكس ويفسر اطلاع السيد رئيس الجمهورية على مجمل التقارير المرفوعة إلى حضرته شخصيا، فمن خلال وقوفه الميداني ووقوفه عن قرب للمشاكل المطروحة على مستوى في البعد المحلي، لا سيما وأني ذكرت سابقا أن السيد رئيس الجمهورية قد تدرج في المسؤوليات واليا ويدرك تماما الإدراك مدى أهمية التنمية المحلية بالنسبة لعجلة التنمية الوطنية. ناهيك كذلك عن هذا الإقرار الذي من خلاله يعكس ليس فقط هو الرسالة ليست موجهة لولاية خنشلة فحسب، بل مختلف الولايات التي تعاني في صمت. هناك ولايات تعيش ضمن مستويات الظل التي أسس لها وكرس لها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سياسة استراتيجية من خلال إلائها بأهمية بالغة، بخلال كذلك الوقوف الميداني، لا سيما كذلك أن كذلك الحركة التي يجريها بين الحين والآخر في الولايات لها أبعادها ولها أسبابها ولها دوافعها بتحريك عجلة التنمية في مستواها المحلي. لما نتحدث عن ولاية خنشلة نحن نتحدث عن ولاية أم البواقي التي لا تبعد سوى 50 كيلومتر عن خنشلة، كذلك نتحدث عن ولاية باتنا، نتحدث كذلك عن ولاية بسة، نتحدث كذلك عن ولاية بسكرة، ولاية الوادي. لا ننسى أن كذلك ولاية خنشلة تحتضن العديد من الأسواق الهامة في المحاصيل الزراعية والمحاصيل الفلاحية. ولاية خنشلة ولاية منتجة بامتياز للفاكهة، للأشجار المثمرة، للتفاح، للمشمش إلى غير ذلك، كل ذلك يأتي ضمن أولويات الصناعات التحويلية. ومن خلال هذا البعد الذي الآن أبرق به السيد رئيس الجمهورية هو يجدد التزامه تجاه ولاية خنشلة، تجاه عديد الولايات في الجزائر العميقة، بإلائها مستويات التنمية حتى تكون ضمن الاستراتيجيات الهامة التي رسمها والتي يخطط لها السيد رئيس الجمهورية ببرامج تنموية 2027-2030، كلها ذات أبعاد ترتبط كذلك بالبعد الزمني، وهذا البعد والمعطى الزمني مطلوب جدا وهام بالنسبة للعملية الاقتصادية. لا بد من إيلاء البعد الزمني لكل خطة اقتصادية، والسيد رئيس الجمهورية بخلفيته التنموية بخلفيته الاستراتيجية هو الآن يكرس ويعزز البعد الزمني الذي يربط به عجلة التنمية في ولاية خنشلة وفي كل الولايات، ولاية الظل في الجزائر الحبيبة، كل ذلك يعني يعكس هذا الاهتمام وهذا. نعم سيد عمر صيغة، أيضا رئيس الجمهورية استغل فرصة لقائه بساكنة ولاية خنشلة وأعلن على بداية التسجيل في عدد 3 سيكون يوم 5 جويلية من ولاية خنشلة. السيد رئيس الجمهورية رفع حصة ولاية خنشلة من 4000 سكن بمختلف صيغ، سواء الصيغ في المدينة أو صيغ في الريف، إلى 6000 بإضافة 2000 سكن لصالح ولاية خنشلة، وهذا في حد ذاته يعتبر ضمن انعكاسات الإيجابية لمستويات الميزانية التي الآن أصبحت في أريحية، وكذلك حتى استكمال مشاريع البناء والمشاريع السكنية التي يراهن عليها كثيرا السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية يدرك تمام الإدراك أن الاستقرار الاجتماعي من خلال استقرار المواطن بتمكينه من السكن والاستقرار حتما سيؤدي إلى انعكاسات هامة واستراتيجية على أداء ذلك المواطن من خلال خلق مناصب شغل، من خلال تمكين المواطن من الاستقرار الاجتماعي الذي ينعكس بالتالي على العملية التنموية باعتبار المواطن يعني نقطة جوهرية ونقطة مركزية في العملية التنموية، وإشراك الجميع في هذه العملية لا يتأتى إلا بتقريب المؤسسات الدولة من المواطن، بتقريب صانع القرار كما فعل الآن اليوم كما يفعل السيد رئيس الجمهورية بتقربه واستماعه إلى انشغالات المواطنين عن كثب. لا يكتفي فقط بالاستماع أو قراءة أو تلاوة التقارير المرفوعة عليه من طرف الولايات أو نواب البرلمان أو نواب مجلس الأمة، بل هو يعكف على التواصل فقط، ليس فقط عبر وسائل الإعلام التي ربما يعكف خلالها إلى إجراء لقاءات دورية للاستماع لانشغالات الرأي العام الوطني. ها هو الآن يتابع عن كثب وينزل إلى الميدان لمتابعة إبراق الرسائل السياسية التي من خلالها. سيد عمار صيغة، نعم سنواصل الحديث عن الرسائل السياسية خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية وقضية والقضية الصحراوية، لكن بعد هذا الفاصل ابقى معنا، وأيضا ستظهر فاصل وبعده نواصل النقاش مشاهدينا الكرام.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أستاذ الأزهر أعود إليك قبل أن أواصل النقاش مع أستاذ عمار صيغة. الرئيس أيضا بالأمس تحدث على بداية الاستكشاف البترول في صحراء الممشى. نعم، لقد أشار إلى ذلك بأن شركة سوناتراك ستبدأ استكشاف البترول، ونحن نعلم أن السيد رئيس الجمهورية يعني لا يتكلم هكذا. نعم صحيح. يعني بطبيعة الحال أظن أنه في هناك يعني بعض الشكوك أو بعض الوجود يعني البترول في صحراء الممشى نظرا لموقعها الجغرافي، ويعني والذي تحدها ولاية الواد عفوا وكذا تبسها. فنحن نعلم أن صحراءنا يعني غنية بثرواتها الباطنية، وبالتالي يعني على ما أظن أنه لما أشار إلى ذلك السيد رئيس الجمهورية كان متأكد أو كانت عنده شكوك أو كانت عنده تقريبا حسب دراسات ولا أو بحوث جيولوجية تقارير بوجود بحوث جيولوجية وتقارير وكذا بوجود يعني بترول أو غاز أو غير ذلك من السوائل الأخرى. فبالتالي هذا الشيء يعني نثمنه ويبشر بخير، لأن لما تكون الأرض بها يعني خيالاتها يعني مثل القمح والفواكه وكل شيء وزيادة على ذلك البترول فهذا شيء جميل، ولما لا تكون صحراء الممشى مثل صحراء حسيم سعود وغيرها اللي هي الآن راهي تغطي تقريبا الاقتصاد الوطني وتغطي كل احتياجات الوطنية تقريبا. فهذا شيء جميل ونثمنه. أن الجزائر احتضنت نهضة اقتصادية يعني غير متوقعة، والجاي أكثر يعني فيها أكثر إن شاء الله. القادم أفضل. القادم أفضل إن شاء الله، ونتمنوا كل خير للبلاد هذه إن شاء الله. أستاذ عمار صيغة، بالأمس ممثلي المجتمع المدني أشادوا بمواقف ثابتة للجزائر وللدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن القضايا العادلة، قضية الصحراء الغربية وأيضا القضية الفلسطينية. هذا الدعم الشعبي يعطي أكثر قوة للدبلوماسية الجزائرية. طبعا الدبلوماسية الجزائرية بما تتمتع به من ثبات في المواقف والمبادئ، الجزائر لما أسست استراتيجيتها في بعدها الخارجي من خلال رسم خطوط العريضة والخطوط الكبرى للسياسة الخارجية اعتمدت بالأساس على مبدأ حقية الشعوب في تقرير مصيرها والمساندة الغير مشروطة للقضايا العادلة في العالم، ناهيك كذلك عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وبالرجوع إلى القضيتين الجوهريتين بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية وهي القضية الفلسطينية كأول وكأهم قضية، ناهيك كذلك عن القضية الأخرى في بعدها الجيوستراتيجي بالنسبة للجزائر وهي قضية الصحراء الغربية والتي تعتبر قضية تصفيه استعمار وتعتبر أحد آخر بؤر الاستعمار التقليدي في القارة الإفريقية، وبما تعتمد كذلك عليه الجزائر من خلال الدعم الداخلي من خلال الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تحتضن دوما بوادر وبادرات المساندة والدعم سواء المادي أو المعنوي للشعب الصحراوي، وكذلك الجزائر التي تمد كل سند والدعم للشعب الصحراوي من خلال الآليات الدولية المتاحة، ناهيك كذلك على مبدئها من خلال الحيادية في معالجة هذه القضية التي تعتبر قضية أمم متحدة بدرجة أكبر، وكذلك تدرأ بنفسها عن كل ما يحاول ويناور هنا وهناك من إقحام الجزائر كطرف ثالث في القضية التي تعتبر الآن قضية جوهرية بين نظام المخزن والشعب الصحراوي وبين جبهة البوليزاريو بدرجة أكبر، لذلك كذلك عن احترامها ووقوفها دوما مسافة أمان ضمن المواقف الدولية ضمن قرارات دولية قرارات أممية التي كلها تصب في صالح الشعب الصحراوي. وباعتبار كذلك الجزائر تسعى دوما إلى الاستقرار الدائم في البعد الإقليمي البعد القاري والبعد الدولي، تحاول وتسعى دوما جاهدة إلى إيقاف هذا النزاع والحد من هذا النزاع
تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ومن قيام دولته ومن خلال عضويته الدائمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب الشعب الفلسطيني. وهذا يعتبر كذلك كأساسيات وكاعتبارات رفعها ولا زال يدافع عليها السيد رئيس الجمهورية. ولكن أستاذ عمر صيغة، هذا الدعم الشعبي يعطي أكثر قوة لهذا الموقف. طبعا هذا الموقف الشعبي الذي يتوازى دوما مع يتقاطع دوما مع توجهات الدولة الجزائرية مع السياسة الخارجية، هذا كله يعطي الشرعية الدائمة والشرعية المتواصلة للمواقف الدائمة والثابتة للجزائر. الجزائر منذ ما يسمى بالمسيرة الخضراء التي قادها والتي من خلالها استعمر نظام المخزن الأراضي الصحراوية لا تزال تدافع ولا تزال ترافع لأجل القضية الصحراوية في بعدها الجغرافي، في بعدها القاري، في بعدها الأممي. كل ذلك يعكس مجهود الجزائر لاستتباب الأمن والسلم الدوليين. الجزائر لم تقف مكتوفة الأيادي حيال ما يقع في مختلف بؤر ومختلف بقاع المعمورة من خلال النزاع بين أوكرانيا وروسيا، من خلال إقحام المنظومة الغربية لنفسها هناك، من خلال ما يقع من توترات في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الدعم اللامشروط للأنظمة الغربية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ضد ما يقع من مناورات للمخزن من خلال حرمان الشعب الصحراوي من خلال الإرهاب المتواصل لنظام المخزن ضد الشعب الصحراوي، الذي الآن حق على المنظمة الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يقر بأحقية هذا الشعب في تقرير مصيره وفي قيام دولته التي طالما رفعت من أجلها الجزائر وطالما رفعت من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الفضاء الإقليمي لها وفي الفضاء القاري وحتى في الفضاء الدولي. نعم، هذه المواقف سيد الأزهر دقلا هي مواقف دولة، بمعنى أن الشعب والمسؤول لديهم نفس التفكير ونفس مبادئ الدفاع عن القضايا العادلة. نعم، الجزائر منذ استقلالها لقد يعني تابعت هذا الـ 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 يعني هذا السياسة الدولية الرامية إلى تقرير الشعوب لمصيرها، وكذلك متابعتها للقضايا الدولية العادلة. لماذا؟ لأن الجزائر قد ذاقت الويلات وذاقت طعم الاستعمار وويلاته، مجال المجازر تقريبا أكثر من 1.5 مليون شهيد، يعني 1.5 مليون هذا المحصيين، يعني الأسر اللي تشردت كذا. فبالتالي الجزائر دائما تنادي بالقضايا العادلة وتنادي بحق الشعوب بتقرير مصيرها، وهذا السياسة أو الدبلوماسية الجزائرية هي معروفة يعني، وهذا ما نلمسه كذلك في قضيتها أو موقفها القضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، مؤخرا في الأمم المتحدة، كذلك الصحراء الغربية، كل الدول هذه المضطهدة. هذا يعني الجزائر يعني راهي تحتل الصدارة في دفاعها عن حقوق الإنسان وكذلك عن الشعوب التي تعاني من ولاية الاستعمار، ذلك لأن كلنا إلى حد الساعة يعني منذ استقلال الجزائر ما زلنا نعاني نحن، يعني هذا ما كذلك نستشفه من رجان وما يعني أنتجته القنبلة النووية اللي سقطت في رجان إبان ثورة التحرير، إلى حد الساعة رأي أمراض سرطان وكذا رانا نعاني منها. كذلك الشعب الجزائري لولا تماسكه ولولا وقوفه كرجل واحد لا كانت الجزائر يعني في شيء واحد آخر، يعني مش اللي راح فيه الآن. حاولت الجزائر حاول الاستعمار كذلك قسم أو عزل الصحراء عن الشمال، يعني لولا مواقف الشعب الجزائري منطقة القبائل كذلك حاولوا كذا، ولكن الشعب الجزائري شعب واحد جزائري شمال جنوب شرق غرب. نعم، فهذا شيء نعتز به. صحيح، ونعتز بوحدتنا. طيب، الوطنية. نعم، نعود الآن إلى تعليمات رئيس الجمهورية بالأمس حين تحدث على مشروع السد الأخضر وإعادة بعثه، وأكد على تنويع الأشجار خاصة بالمناطق الآهلة، مؤكدا على الأهمية ضرورية جدا وهي منح الفرصة للشباب من أجل استغلالها في مشاريع منتجة.
نعم والله في الحقيقة أنا يعني بالنسبة لموقف السيد رئيس الجمهورية بما يخص السد الأخضر ذكرني بالرئيس الراحل الهواري هواري أبو مدين يعني رحمه الله ومواقفه يعني ووطنيته، فهو نفس الوطنية ونفس المواقف، أحييه يعني من هذا المنبر على ذلك. السد الأخضر نحن نعلم أنه لمن نقول حزام أخضر، صحيح، لأنه يعزل أولا صدر يعزل المناطق الصحراوية على المناطق الشمالية الجنوبية عزلا من ناحية يعني لمحاربة التصحر، وكذلك حتى المناخ باش ما يتغيرش، لأنه يأثر على الطبيعة، يأثر على المنتجات، يأثر على الأشجار، يأثر على صحيح. على أشياء كثيرة. هذا التصحر يعني نستشفه من الرياح، من الحرارة، من يعني حتى التغير الجيولوجي يعني للأرضية. بالتالي لما يعني إيكولوجيا نوضع هذا السد الأخضر أو الحزام الأخضر إيكولوجيا، يعني حتى من ناحية الأكسجين والهواء وكذا، يعني راح تستفاد المناطق هذه اللي يقع فيها السد الأخضر ويعزلها عن المناطق الصحراوية الأخرى. لأنه أنا يعني أفضل أن يكون ما نقولوش سد أخضر ونقوله بساط أخضر في الجزائر. بساط أخضر بمعنى يمتد من الحزام الأخضر إلى غاية أقصى الصحراء. علاش؟ لأنه فيه فوائد إيكولوجية من ناحية المناخ، من ناحية كذلك الزراعة، من ناحية المياه، من ناحية كل شيء. فهذا المبادرة الذي قام بها السيد رئيس الجمهورية هي تكملة لمبادرة السيد الرئيس الراحل هواري أبو مدين. لذلك فإني أرى فيه إصلاح اقتصادي والاجتماعي والسياسي، هو يعني منهج أبو مدياني. صحيح. فأحييه من هذا المنبر وشكرا. سيد عمر صيغة، في كل المشاريع الأولوية تعطى للشباب، حتى في مشروع السد الأخضر الرئيس يوجه تعليمات بضرورة منح الفرصة للشباب لاستغلال السد الأخضر في مشاريع منتجة. طبعا بالنظر كذلك على رمزية هذه الفكرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية من خلال ولاية فنشلة التي تحتضن مدرسة عليا للغابات، وهذه المدرسة الوطنية بما تحوزه من كوادر أكاديمية ومن كوادر علمية وكذلك من أساتذة مؤطرين وكذلك من كفاءات خريجي. الآن من خلال تخريج هذه الكوادر التي الآن ستشغل أدوارها سواء في حفظ الغابات، في تنمية الغابات، ومن خلال كذلك إعادة إطلاق مشروع السد الأخضر ببعده الاقتصادي، السيد رئيس الجمهورية يبرق بالأهمية الاقتصادية للسد الأخضر من خلال استغلال الثروة الغابية، الثروة الخشبية في العملية الصناعية، في العملية الاقتصادية، وبإشراك الشباب. هؤلاء الشباب الذين الآن هم خريجوا المؤسسات، مؤسسات التكوين المهني، مؤسسة التكوين الأكاديمي كما قلت سابقا من خلال المدرسة العليا للغابات التي تحتضنها ولاية خنشلة. كل ذلك له دلالته بأن الرهان الحقيقي للتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، سيقوم كذلك كما قلت سيقوم على الفرد، وليس أي فرد بل الشباب باعتباره الطاقة المنتجة، الطاقة المحركة، وبإيلائها مستويات التنمية بتخفيف أعباء القانونية والتشريعية فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بخلق المؤسسات الناشئة، حتى بالانخراط في المقاولاتية الذاتية. كل ذلك يعزز الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للطاقة الشبابية، للطاقة الطاقات الأخرى الطبيعية التي تزخر بها ولاية خنشلة والولايات المجاورة لها وحتى كل ولايات القطر الجزائري. كل ذلك يعني يعطي دلالات واضحة بأن الآن بات ضروريا وبات هاما على الشباب الانخراط في العملية التنموية من خلال الدخول إلى معترك الحياة الاقتصادية، إلى النشاط الاقتصادي، إلى النشاط الصناعي، وليس فقط الوقوف مكتوفي الأيدي وانتظار مناصب الشغل الإدارية أو البيداغوجية أو إلى غير ذلك. الآن بما تراهن عليه الجزائر من خلال تحريك العجلة الاقتصادية التنموية بأن تصبح أن يصبح أن ينتقل الاقتصاد الوطني الجزائري من اقتصاد ريع نفطي، من اقتصاد استهلاكي، إلى اقتصاد منتج، اقتصاد مصدر، وكذلك بالانفتاح الذي تشهده الجزائر في بعدها القاري. الجزائر الآن
من خلال منتوجاتها الإلكترونية، منتوجاتها الصناعية، ها هي الآن تكتسح السوق الأوروبية والسوق العربية والسوق كذلك الإفريقية، بما تراهن عليه كذلك من مستويات الإنتاج من خلال رفع القيمة الكيفية للمنتج الوطني. الآن المنتج الوطني بات يخضع للمعايير الدولية، للمعايير التي تنص عليها كل الأعراف الدولية فيما يتعلق بالصناعات بالتكنولوجيا إلى غير ذلك، من خلال كذلك نقل الخبرات الجزائر من خلال عقود الشراكة التي عقدتها مع دول أوروبية فعلة على غرار إيطاليا، ألمانيا إلى غير ذلك، والشريك الصيني إلى غير ذلك. كل ذلك يؤسس ويعزز من الطرح الذي الآن يطرحه السيد رئيس الجمهورية بتفعيل المستويات، مستويات التنمية الاقتصادية، بما أن مستويات البناء المؤسساتي السياسي قد اكتملت باستعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته وبين كذلك الدولة ومواطنيها، من خلال كذلك إشراك العملية التنموية ومن خلال تمكين المواطنين وتمكين الأفراد والشباب من المشاريع وتحقيق مشاريعهم، ليس فقط الفلاحية أو المشاريع التقليدية، بل الآن ننتقل إلى المشاريع المنتجة، المشاريع التي تساهم في تحريك العجلة التنموية وتخفف من فاتورة الاستيراد على كاهل الاقتصاد الوطني. نعم أستاذ عمار سيغال، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. طيب أعود إليك أستاذ رزان، نتحدث على تخصيص برامج السكن بولاية خنشلة. رئيس الجمهورية قرر إضافة 2000 مسكن ريفي، وهي حصة تضاف إلى 4000 مسكن ريفي المبرمجة، وأيضا مضيفا إلى نسبة بالنسبة للمناطق الجبلية سيتم منح إعانة بقيمة 100 مليون سنتيم. نعم تكلمنا عفوا على عدد سكان ولي تخرجنا تقريبا 415,000 نسمة. نعم. يعني في الحقيقة تحتاج فعلا إلى هذا العدد من وهذه الكمية من السكن الريفي، لأن نعرف إحنا خنشلة أغلبها يعني هي سكنات أفقية. نعم. صحيح. يعني مش عمودية بفعل. أولا ثقافة سكانها كسكان الريف والمناطق الجبلية الأخرى والفلاحة وغير ذلك، بالتالي السيد رئيس الجمهورية يعني هو محنك في الحقيقة في التحضر والحضارة، وكذلك حتى في لأنه باعتباره كان وزير السكن وكان في قطاع السكن، فلذلك هو رأى بأن 4000 سكن غير كافية. صحيح. مقارنة بعدد السكان يعني بالنسبة والتناسب، كذلك فيه نظرة أخرى بالنسبة للنظرة المالية. احنا نعرف بأن فيه أسعار بعض السلع وبعض المواد بناء شهدت يعني بعض الارتفاع، بالرغم من أن الآن الحمد لله الآن أغلب المواد البناء راهي منتجات محلية تنتج محليا، استغنينا الحمد لله على فاتورة الاستيراد مثل الإسمنت، الحديد، الخزف، يعني حتى الخزف الصحي، فبالتالي السيراميك، فبالتالي الآن يعني وكذلك زيادة في اليد العاملة يعني تكلفة اليد العاملة، بالتالي 700,000 دينار جاءوا 70 مليون سنتيم غير كافية لبناء مسكن ريفي. صحيح. فبالتالي سيد رئيس الجمهورية أضاف إلى المبلغ 300,000 دينار جزائري، وهذا ما يعني ما نثمنه، لأن السيد رئيس الجمهورية وقف على معاناة الشعب الجزائري ومعاناة المواطن. صحيح. الريفي يعني ما يعني خاصة يعني في بعض المناطق الجبلية يصعب فيها حتى نقل مواد البناء، يعني تنقل بوسائل بدائية كالحمير وغيرها. فبالتالي إضافة مبلغ 300,000 دينار جزائري هذا يعني راح ينقص العبء، ما نقولوش يكفي 100% يعني توفير سكن ريفي لائق، ولكن يساهم بقدر كبير في توفير على الأقل. نعم. يعني 3 غرف وصالة وإلى غير ذلك إن شاء الله. بالنسبة معذرة، بالنسبة الكمية يعني كمية تقريبا 6000 سكن راح تغطي نوع الماء كذا كما نشوف بين الجزائر كلها تحتاج. نعم. وكبداية فقط، وكبداية وإن شاء الله مشاريع أخرى وبرامج تكون فيها برامج تكميلية أخرى وإضافية. نعم. أخرى. نعم أستاذ نزار نائب المجلس الشعبي الوطني، شكرا لك. نعم. وأيضا شكر موصول لي
أستاذ عمار سيغل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام عدد اليوم من برنامج متابعات، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.